كشفت وكالة بلومبرغ أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ خسر أكثر من 7 مليارات و200 مليون دولار بعد قرار عدد من الشركات وقف تعاملها مع منصاته مثل انستغرام وتويتر وفيسبوك. قد تم تسجيل هذه الخسائر بعد قرار شركات كوكاكولا ويونيليفر وفيريزون وشركات أخرى وقف نشر إعلاناتها على فيسبوك والمنصات التابعة له مثل انستغرام وتويتر، متهمين هذه المنصة الإخبارية والاجتماعية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة. ووسط عدم الرضا المتزايد عن سياسات شركته، قال زوكربيرغ أن إدارة فيسبوك لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصة فيسبوك، وأكد أن فيسبوك تعتزم إزالة أي رسائل تدعو إلى العنف.